سمت بحطة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخلها فتسمت بحطة. بحطة تاريخها عريق جدا. كان الجيش البريطاني على زمان ما بريطانيا تحكم هذه البلد الإشي الثوار ما الثوار كلها تيجي هان على قهوة بحطة. سبب الدخول مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول دخلها لأنها قريبة على المسجد ودخل على المنطقة هذه بس في القدس كلها ما دخل غيرها ولا أي منطقة في العالم دخلها إلا هي باب حطة. بس شوف الجيش البريطاني يطلع طالع ليانا في الأحلام بحطة صريخة جدا كان صوت الحق في صرخ الطفل في حضن الموت تنهيد الأب في آخر مرة وآخر صوت ليش بكيش هلا ليش هلا مش هتموت ويوم بتقول القدس هتبقى ومش هتموت القدس هتبقى ومش هتموت ليش بكيش هلا بس كيف؟ ليش هلا دمعتك مش هتموت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي خلى السلام عليكم رمضان شهر التوبة والإخلاص